فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل من خارج هذه البلاد، يقول عندنا امرأة تعيش في بلاد الكفر ولا تقوم بلبس الحجاب لأجل ألا تطرد من وظيفتها، يقول إنها تقول إن التقوى محلها القلب، فكيف محلها القلب تظهر على الجوارح، ما تظهر التقوى على الجوارح والعمل بالسنة. أما الكلمة هذه كلمة يقولها أهل الشر وهي كلمة باطلة. نعم التقوى بالقلب لكن تظهر على الجوارح وعلى العمل، ما هي في القلب فقط وتعمل ما تشاء، ما يجوز هالكلام هذا. عليها، هي مسلمة، عليها أن تحتجب، فإن قبلها هذا العمل وإلا تجد عملا آخر، والرزق بيد الله عز وجل. نعم.